ورسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. لك الحمد كالذي نقول، ولك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد يا ربنا كالذي تقول. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه يكافئ النعم ويوافي المزيد منها. هذا المجلس الأول في مدارستي ومذاكرة منتقى الأخبار من أحاديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم للمجد أبي البركات عبد السلام ابن أبي القاسم عبد الله الخضر ابن تيمية الحير الحراني المولود في سنة 590 والمتوفى في سنة 52 و600. وهذا الكتاب في جملة أحاديث الأحكام المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان السلف يعنون بالمدونات بعد عصر الرواية والحفظ، فجاءت الصحاح والمسانيد والسنن والجوامع، ثم إن الهمم تقاصرت وفطن لذلك العلماء فكتبوا في أحاديث الأحكام المعينة على التفقه في دين الله، جمعوا فيها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءت مؤلفاتهم في القرن السادس وما بعده في أحاديث الأحكام على ثلاثة أضرب: على مختصرات، وعلى متوسطات، وعلى مطولات. والحافظ عبد الحق الإشبيلي المشهور بابن الخراط، توفى عام 581، جمع هذا الجمع، فكان له قصب السبق، وذلك بعد جمعه لأحاديث الصحيحين، فإنه كتب في الأحكام الصغرى الصحيحة وجاءت في مجلد كبير، وكتب في الأحكام الوسطى كتابا في مجلدين، ثم كتب في الأحكام الكبرى كتابا بلغ 6 مجلدات. تعقبه الحافظ ابن القطان الجياني، وتعقب ابن القطان تلميذه ابن المواق في تنكيتات علمية لابن القطان على ابن الخراط الأشبيلي، ولابن المواق على شيخه ابن القطان. ثم بعد ذلك عني العلماء بهذه الجوامع، وكان من أشهر المختصرات عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد بن سرور المقدسي في نحو 600 حديث، لم يزل طلبة العلم يحفظونها ويقرؤونها على مشايخهم، وقد انتقى فيها الحافظ عبد الغني هذه الأحاديث مما جاء في الصحيحين أو أحدهما، ولم يستوعب رحمه الله، وإنما كان جمعه جمعا موفقا احتفى به العلماء واعتنوا به وكثرت عليه الشروح. وكذلك فعل ابن دقيق العيد في كتابه الإلمام في أحاديث الأحكام،
وكذلك جاء بعدهم ابن عبد الهادي في كتابه المحرر، فإنه اختصار لكتاب ابن دقيق العيد الإمام، ليس الإلمام وإنما الإمام في أحاديث الأحكام، اختصره اختصارا محررا، لم يفطن الناس له إلا متأخرا. ومن أشهر هذه الجوامع المختصرة الكتاب ذائع الصيت بلوغ المرام من أدلة الأحكام أو من أحاديث الأحكام، الذي جمعه وصنفه الحافظ أحمد بن محمد بن علي بن حجر العسقلاني. وهذه المختصرات العلماء رحمهم الله يعتنون بها فيحفظونها طلابهم، ويعتني بها المشايخ في دروسه، لأنها طريقة فريدة في التفقه من الأحاديث، وهي مختصرات تعينهم على التدليل في مسائل الفقه، ولا يعتبرون طالب العلم طالب علم حتى يلم بهذه المختصرات حفظا لألفاظها وتفقها لمعانيها. أما المطولات في أحاديث الأحكام فألفوا فيها مؤلفات عديدة، وأعني بالمطولات ما جمعت الآلاف من الأحاديث المتعلقة بالأحكام، منها ما نحن بصدده في مذاكرته، وهو منتقى الأخبار من أحاديث الأحكام عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب نافت أحاديثه على 5000 حديث، وهو من الكتب المهمة والمعول عليها في جمع أحاديث الأحكام، وسيأتي عنه الذكر في منهجه وطريقته عند البدء بمقدمته إن شاء الله. من كتب أحاديث الأحكام المطولة كتاب مشكات المصابيح للخطيب التبريزي، فإن هذا الكتاب اشتمل على جملة كبيرة من أحاديث الأحكام، نحو 6300 حديث، واعتنى به أهل المشرق من علماء الهنود في تحشيته ودراسته والشرح عليه. أيضا من الكتب المطولة كتاب لم يصنف مثله كما ذكر ذلك علماء الإسلام، وهو كتاب الإمام في معرفة أحاديث الأحكام للحافظ ابن دقيق العيد. هذا الكتاب وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية بوصفين، قال إنه كتاب الإسلام، وقال مرة ما عمل أحد مثله، ولا الحافظ الضياء المقدسي في المختارة، ولا الجد يعني جده مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية في المنتقى. وللأسف أن هذا الكتاب لم يطبع منه إلا قطعة إلى أثناء كتاب الصلاة في تغليس في صلاة الفجر، أي في أوقات الصلاة، في 4 مجلدات طبعها الشيخ الدكتور سعد الحميد. يقول الحافظ الذهبي وهذا الكتاب أي الإمام في معرفة أحاديث الأحكام أو في أحاديث الأحكام يبلغ 15 مجلدا مخطوطا، يبلغ 15 مجلدا مخطوطا، يعني لو طبع لزاد على 20 أو 30. من أحاديث الأحكام المطولة
كتاب الحافظ المقدسي سماه السنن والأحكام لضياء الدين المقدسي، وهو أيضا لم يكمل، بلغ به إلى نهاية كتاب الجنايات ووقف على كتاب الجهاد، واشتمل على 6400 حديثا. وهذا الذي قال شيخ الإسلام لما ذكر الإمام كتاب الإمام لابن دقيق العيد، قال: لم يصنف، لم يعمل أحد مثله، ولا الضياء ولا الحافظ الضياء ولا الجد، أي في كتابيه، الضياء في كتابه السنن والأحكام، والجد في المنتقى. من الكتب المطولة كتاب لأحد علماء صنعاء، وهو الحسن بن أحمد الرباعي، الرباعي كان مقطوع الأصبع الراء الخامس وله 4 أصابع، ألف كتابا سماه فتح الغفار الجامع لأحكام سنة المختار صلى الله عليه وسلم، وجعل كتاب المنتقى للمجد أصلا له وبنى عليه تصنيفا، حتى إن أحاديثه نافت على 6530. المقصود أن العلماء رحمهم الله عنوا بهذا الباب، بهذه الجوامع، كما عنوا بشرحها ودرسها. والمنتقى من أهم هذه الكتب ومن أوعبها، واعتنى رحمه الله فيه بألفاظها وتبويباته وتعليقاته، ولهذا كثرت الشروح عليه وتنوعت. ومن أوعب الشروح شرح علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني المسمى بنيل الأوطار، وشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله كانت له عناية بهذا الكتاب، وقد بدأ بشرحه ومات رحمه الله ولم يتمه، أخذ منه نحو من الخمس أو أزيد بقليل، حوالي 1046 حديثا. وطبع والحمد لله شرح الشيخ، لأنه اشتمل على خلاصة آرائه واختياراته. نحن وإياكم إن شاء الله في هذا الكتاب نأخذ منه ما يسر الله سبحانه، فإن أمدى الأجل فأتممناه فالحمد لله، وإلا فحسبنا أننا بدأنا في مذاكرته والتعليق عليه. وليس المراد هو الشرح، الشرح ليس لمثلي، وإنما هو التعليق لتدور هذه المصنفات في جوامع المسلمين ومساجدهم، ويسمعها طلابهم ويستفيدوا ويفيدوا منها. وأحاديث الأحكام الخلاف فيها كثير، شأنها شأن مسائل الفقه، والتوسع في الخلاف مما لا يفيد طالب العلم، لا المبتدي ولا المتوسط. أما المنتهون فشأنهم شأن آخر، القراءة فيهم ومعهم قراءة بحث ومناقشة وتعقب واستدلال، هذا له مقام غير هذا المقام. فنبدأ مستعينين بالله، سائلينه الهدى والتوفيق والتسديد، وأن يجعله عملا خالصا لا حظ فيه لأحد غيره سبحانه وتعالى، وأن يجعله محققا للزلف لديه بالرضا منه والقبول لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. وهذه الليلة، ليلة الاثنين 6 من شهر صفر في هذا العام، عام 1400
43 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد الحبر الكامل شيخ الإسلام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله ابن أبي القاسم ابن محمد ابن تيمية الحراني، قدس الله روحه ونور ضريحه، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الألفاظ التفخيمية هذه لم تكن معروفة عند القرون الأوائل في تكرار ألفاظ المدح والتفخيم والألقاب، هذه مما وردت على المسلمين من الأعاجم، وتساهل بها من تساهل حتى صارت تكتب، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحق من يبجل، ومع ذلك كان الصحابة لا يعدون أن يخاطبوه بوصف النبوة والرسالة، يا نبي الله يا رسول الله، وكذا الصحابة رضي الله عنهم يخاطب بعضهم بعضا بأسمائهم أو بكناهم أبو فلان. ومجد الدين المجد أبو البركات عالم، وكان شيخ الإسلام يذكر عنه أنه كان عنده قدرة عجيبة في استحضار الأحاديث، الحمد لله. لا حاجة إلى المبالغة في ألفاظ التفخيم والتبجيل والألقاب، وهذه تكثر عند الأعاجم لا سيما من الخرافيين وذوي البدع، تجدهم يطيلون بهذه الألفاظ، وانظروها في الرافضة وفي القبورية. نعم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وصلى الله على محمد النبي الأمي المرسل كافة للناس بشيرا ونذيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها. نعم، بيّن في هذه المقدمة على وجزتها أهمية الكتاب، فقال إن هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية. أية أحاديث؟ التي ترجع أصول الأحكام إليها. هذه الأحاديث هي التي اصطلح العلماء بتسميتها بأحاديث الأحكام، وخرج بهذا الوصف أحاديث العقائد، أحاديث الأخلاق، أحاديث الآداب، أحاديث السير. فإذا هذا الموضوع بخصوصيته وفي أحاديث أحكام الشرائع، أحكام العبادات العملية، ويخرج به أحكام العبادات القلبية، وإن كان يأتي التعرض له في النية وما يتعلق بها. نعم. هذا كتاب يشتمل على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء أهل الإسلام عليها، انتقيتها من صحيحي البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد بن محمد بن حنبل وجامع أبي عيسى الترمذي وكتاب السنن لأبي عبد الرحمن النسائي وكتاب السنن لأبي داود السجستاني وكتاب السنن لابن ماجة القزويني، واستغنيت بالعزو إلى هذه المسانيد عن الإطالة بذكر الأسانيد. نعم، ذكر مصدره في هذا الجمع وأنه إلى الكتب السبعة، وهي الصحيحان البخاري ومسلم والسنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، والسابع مسند الإمام أحمد. ولئلا يأتي من يعيبه بأنه اختصرها فلم يذكر أسانيدها، قال اكتفيت على ذكر الراوي من الصحابة وعلى المتون، وأسانيدها مبسوطة في هذه الأصول لمن أراد الرجوع إليه. وكأنه رحمه الله بهذا يشير إلى طريقة الحافظ عبد الحق الإشبيلي بن الخراط
في الأحكام الكبرى والوسطى والصغرى، لأنه عني فيها بذكر الأسانيد. هنا جردها من الأسانيد محيلا لها، ومن أحيل على مليء فالإيش؟ فليحتل. فاكتفى بذكر الأحاديث من رواية الصحابي، ثم متن الحديث، ثم العزو، وسيذكر طريقته في العزو. إذن عمل المجد رحمه الله يتمثل في الجمع، والجمع ليس بالأمر الهين، يحتاج إلى فقه ونظر ودقة فهم. ثم مع الجمع بوب رحمه الله التبويبات التي تدل على فقه، وعلق تعليقات يسيرة تدل على ما نحاه من الاختيارات، واعتنى بهذه الألفاظ وعزاها حسب ما سيذكره بعد قليل، فهو عمل جليل. نعم. والعلامة لما رواه البخاري ومسلم أخرجاه، ولبقيتهم رواه الخمسة، ولهم سبعتهم رواه الجماعة، ولأحمد مع البخاري ومسلم متفق عليه. ذكرها هنا اصطلاحه في التخريج والعزو، وهذا اصطلاح خاص، فإنه لما رواه السبعة جميعا يقول رواه الجماعة، ولما رواه البخاري ومسلم وحدهما يقول أخرجاه. فإذا أخرجه معهم أحمد والبخاري ومسلم اصطلح على ذلك بقوله متفق عليه، وإن كان المتفق عليه عند عامة أهل العلم ما اتفق عليه صاحب الصحيحين الإمامان البخاري ومسلم، لكن هنا في اصطلاح الحافظ في اصطلاح الشيخ مجد الدين ابن تيمية على أن المتفق عليه ما رواه أحمد ورواه تلميذاه البخاري ومسلم، هذا المتفق عليه. وبالتتبع إذا كان الصحابي واحد والمتن واحد أو مقارب حكم عليه بهذا الحكم متفق عليه. ما رواه من دون الصاحب الصحيحين أي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد يقول رواه الخمسة. نعم. وفيما سوى ذلك أسمي من رواه منهم، ولم أخرج فيما عزوته عن كتبهم إلا في مواضع يسيرة. وذكرت في ضمن ذلك شيئا يسيرا من آثار الصحابة. نعم. ما ذكر فيها إلا شيئا يسيرا يأتي التنبيه عن في مواضعه، وذكر أيضا ضميمة لها شيئا من آثار الصحابة، خصوصا مما رواه الترمذي أو ابن أبي شيبة أو عبد الرزاق، مما يحقق ما أراده من المعنى في هذا الإيراد وهذا السوء. نعم. ورتبت الأحاديث في هذا الكتاب على ترتيب فقهاء أهل زماننا لتسهل على مبتغيها، وترجمت لها أبوابا ببعض ما دلت عليه من الفوائد. كيف رتبها؟ رتبها على طريقة الفقهاء، ذكر في قوله فقهاء أهل زماننا، وهذا الذي مشى عليه الناس إلى هذا اليوم بترتيب كتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، هذا يسمى بثلث العبادات، ثم العقود والبيوع والمعاملات بدءا من البيوع وما يتعلق بها. والفقهاء يرجئون الفقهاء رحمهم الله يقدمون الجهاد، ومنهم من يرجئه بعد الجنايات متعلقة بالأحكام، وهذا الثلث الأخير الحدود والقضاء والجنايات والدعاوى والأيمان النذور والإقرار، فهذه المناحي الثلاثة هي طريقة الفقهاء من زمن المؤلف رحمه الله في القرن السادس وما بعده.
وهي التي بنيت عليها كتب أحاديث الأحكام. نعم الجوامع كصحيح البخاري، صحيح مسلم، جامع الترمذي، منحاها أوسع، كذلك سنن أبي داود، لأنهم ضمنوا معها مع أحاديث الأحكام ما يتعلق بحديث العقائد والأخلاق والآداب والسير. نعم. ونسأل الله أن يوفقنا للصواب ويعصمنا من كل خطأ وزلل، إنه جواد كريم. لاحظوا أهل العلم دائما في مقدماتهم يتبرؤون من حولهم إلى حول الله، ومن قوتهم إلى قوة الله سبحانه وتعالى، ويسألون ربهم أنه يعينهم ويوفقهم ويتقبل ذلك منهم ويدخره لهم في العقبة، لأن العلم إن لم ينفع في الآخرة فلا فائدة فيه، إذ ثمرة العلم أن ينفع صاحبه في الآخرة، ونفعه في الدنيا بأن يعبد الله على بصيرة، لكن الثمرة هو النفع الأخروي. الله يوفقنا وإياكم لذلك. نعم. كتاب الطهارة. ما قالك عندك أبواب المياه؟ نعم. أي صحيح، كتاب الطهارة. العلماء يبدأون بكتاب الطهارة لأن الطهارة أشهر شروط الصلاة، وأصل الكتاب من الكتب وهو الجمع، تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، وأطلقت منه الكتيبة على الفرقة من الجيش في اجتماعهم. كتاب الطهارة أي المشتمل على أحكامها، وهذه سيجعل تحتها أبواب المياه وصفة الوضوء والحيض والنفاس والسواك. نعم. أبواب المياه، باب طهورية ماء البحر وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه الخمسة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث ضرب عليه رحمه الله بقوله: باب طهورية ماء البحر وغيره. ماء البحر هو أشهر المياه على الأرض، ولهذا البحار تكاد تمثل كم؟ 3/4 الأرض. وهذا من الفقه أنه بدأ بالأشهر، فهذا ماء البحر طاهر، وطهورية المياه غيره أي مما لم تخالطه النجاسة فتغيره، أو مما هو كثير فإن خاطته النجاسة فإنها لا تغيره. وهذا مما يحتاج إليه، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، والصلاة واجبة على المسلمين، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكن من صلاحية هذا الدين أنه إن عجز عن استعمال الماء إما لفقده، وإما لعجزه عنه، إما لمرض العاجز المتوضأ، أو لأنه ممنوع من استعماله كالمسجون، ينتقل إلى بدله وهو التيمم. والتيمم لم يكن إلا في شريعة الإسلام، لم يكن في الشرائع قبلنا. ليه؟ لأن شريعة الإسلام عامة صالحة لأهل الأرض كلهم، في وعرهم أو في سهلهم. عنده ماء ولا ما عنده ماء؟ أما من قبلنا فشرائعهم خاصة به. ذكر فيه الحديث قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة صحابي مشهور، هو أكثر الصحابة رضي الله عنهم رواية للحديث، واختلف في اسمه، والأشهر أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، من دوس، من قبائل الأزد، قرومتها الآن زهران، وقد أسلم رضي الله عنه وهاجر في السنة السابعة،
حيث قدم على النبي عليه الصلاة والسلام، فوافوا الأشعريين ووافوا أهل الهجرة إلى الحبشة مرجعه عليه الصلاة والسلام من خيبر، وضرب لهم بسهم فيه. فتكون مدة مصاحبة أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم كم سنة يا سعيد؟ أقل من 4 سنوات. وروى عنه هذه الأحاديث لأنه تفرغ لها يحفظها، حيث شكى للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ينسى وأنه يسهر في دراسة الأحاديث، مو بيسهر يتتبع المقاطع ويتتبع اللهو، لا، يسهر يحفظ الأحاديث. فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام لما شكى له ذلك بأن ضرب أولا على صدره، ودعا له، وأوصاه بثلاث: أن يوتر قبل أن ينام، لأنه لو نام وهو قد سهر في الحديث قد يفوته الوتر. وأوصاه بأن يصوم من كل شهر كم؟ 3 أيام. وأوصاه أن يركع ركعتين من الضحى. فحفظ رضي الله عنه أحاديث كثيرة، ولا غرو لما توجهت إليه سهام سب الروافض. لماذا اختار أبا هريرة من بين الصحابة؟ لأن هدم أبي هريرة نسخ لأحاديثه، وبالتالي تذهب عن المسلمين جملة كثيرة من الأحاديث. هذا وجه تخصيصهم الذم والسب واللعن لأبي هريرة، وإلا فالمعلوم أنهم كفروا جميع الصحابة إلا أفرادا قلائل لا يتجاوزون أصابع اليدين. لكن سب أبا هريرة لماذا بالذات؟ لأنه عمدة في رواية الأحاديث. فالمقصود ليس أبو هريرة، وليست المقصود عائشة في اتهامها بالفعل القبيح، ولا أبوها، وإنما المقصود دين الله والمقصود، كما أنه في اتهام عائشة المقصود عرض النبي عليه الصلاة والسلام. والله حافظ دينه وكاف رسوله والمؤمنين. وهذا لا يضير أبا هريرة، تلقف عن هؤلاء الروافض المستشرقون، وانتدب لهم علماء الإسلام دفاعا وصيانة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ولرواية هذا الراوي الكبير أبو هريرة. ولقب وكني بأبي هريرة لأنه كان يحمل في كمه هرا، فالذي كناه به بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي كناه بأبي هريرة وأبي هر، فصارت هذه الكنية علما عليه وأشهر من اسمه. قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل ليس في بيان إبهامه كبير أثر، للعبرة بالسؤال لا بالسائل. قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، إما أنهم يصيدون أو يتاجرون أو يسافرون، ونحمل معنا القليل من الماء. حمل القليل من الماء لأجل شربهم، فيحتاجون للماء لأجل طهارتهم من الحدثين الأكبر والأصغر. فلو استخدموا هذا الماء المحمول القليل للشرب لم يكفهم لوضوئهم، ولو استعملوه للوضوء لا هلكوا وضمئوا. أنت معنا يا أخي؟ أنت معنا صحيح؟ قال: فإن توضأنا به عطشنا،
أفنتوضأ بماء البحر يا رسول الله؟ صدقوا، لو توضأوا بهذا الماء القليل عطشوا. ومنه أخذ العلماء أن الماء المنقول على الرواحل أو على الظهور إذا كان ينقل وليس عندهم غيره فإنهم يتيممون ولا يستهلكون. طيب الآن جاءت الوايتات ينقل فيها الماء، هل يشمله هذا الحكم؟ الجواب لا، ما يشمل. ولهذا تلاحظون عند بعض أهل البوادي أنه يطق عفور عند كفر الوايت ظنا منهم أن الماء المنقول أنه يجيز التيمم. المقصود بالماء المنقول الذي يكفيهم لطعامهم وشربهم، هذا الذي يجيز التيمم بالقرب بالروايا، يحملونها على ظهورهم أو على رواحلهم. أما الماء المنقول بالسكوس بالسكس اللي فيه 18 أو كم، علمونا أنت مرخص منا 20 أي أو 18 طن، 20 متر مكعب أو 18 متر مكعب، هذا لا يتيمم معه. وهذه الوايتات والسكوس تحمل الماء نعمة عظيمة لأهل البوادي. انضاف إليها هذه الأيام نعمة أخرى، والشيء الغرف والمرتبلات والكرفلات التي ربما هي خير من بيوتهم بأثاثها وما فيها. فما بعد هذه النعم؟ هل بعدها زود ولا بعدها نقص؟ الله أعلم. وإنما يقول ربي جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يخبرون الشيبان وكبار السن أنهم كانوا في عناء في ورودهم على الآبار حتى من الله عليهم بهذه الوايتات، نفست عنهم، أزالت عنهم شرا وتعبا ومشقة عظيمة. كانوا إذا وردوا هم يزعبون لبهائمهم ولإبلهم، الآن الوايتات يقف الوايت تحت الشيب يصب في دقائق ويمله. هذه نعم تستدعي وتستوجب الشكر، فإن قوبلت بالكفران فالعاقبة على الكافر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لما سألوا هذا السؤال أنا توضأ بماء البحر، لماذا سألوا هذا السؤال؟ لأن ماء البحر خاصية غير الماء الحلو، فهو مالح لا يشرب، والماء الذي معهم هو الذي يشربون منه ويتوضؤون منه إذا صاروا عند آبارهم. فاختلف ماء البحر عن ماء الحلو، ولهذا سألوا هذا السؤال. لو كان البحر حلوا يسألون هذا السؤال رضي الله عنهم؟ لا، لأنه معلوم بالبداهة. فجاء الجواب لهم ولجميع الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم: هو أي البحر الطهور ماؤه، طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره، الحل ميتته. إذن أجابهم على سؤالهم وزيادة، سألوا عن الوضوء وقال هو الطهور ماؤه، يكفيهم في وضوئهم في غسلهم، وأضاف الحل ميتته، طهور ماؤه الحل ميتته، لأن ما في البحر من أمم عظيمة. حتى روى أبو الشيخ في كتابه العظمة أن الله خلق 1000 أمة، خلق في الأرض 1000 أمة، ف600 في البحر و400 في البر،
وإن أول الأمم فقدا الجراد، والحديث فيه ضعف، ولهذا كان المشايخ إذا تأخر الجراد يخافون أنه قرب انقضاء الدنيا بزوال من عليها. قال: هو الطهور ماؤه، إذن طاهر في نفسه مطهر لغيره ولو كان لا يطعم. الحل ميتته، ما مات بخروجه من البحر فهو حلال، من حيتان، من أسماك، من قشيريات، من روبيان، استكوزة، كلش ما خرج من البحر ومات فهو حلال، لقول الله جل وعلا: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. حرما يعني محرمين، أو حرما أي في الحرم، في الحرم، وهو الحرم المكي والحرم المدني. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماء الحل ميتته، هذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم. فيا الله، انظروا ما اشتملت عليه هذه الجملة من الفوائد: طهور ماؤه حل ميتته، جملتان تضمنتا هذا الخير العظيم وهذا العلم الغزير. وهذا من جوامع الكلم التي آتاها الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فخصه بها عن الأنبياء، كما في الصحيحين في حديث ثوبان: فضلت على الأنبياء بخمس، وفي رواية بست، ومنها: أعطيت جوامع الكلم. فيتكلم بالكلام الوجيز المشتمل على المعاني الجليلة العظيمة. والبحر صار في هذه الأزمان مصدر للماء الحلو، وهذا من تجدد نعم الله علينا وآلائه وإحسانه إلينا. ولهذا أكثر وأكبر معامل تحلية المياه في بلدنا على البحرين، الخليج والبحر الأحمر، هذا من النعم التي تستوجب الشكر، ومع ذلك تقابل بالكفران القولي والعملي. من الكفران القولي نسبة هذه النعم إلى شركات التحلية، ولا ينسبونها إلى الله سبحانه وتعالى، تنسب للمخلوقين. ومن الكفران العملي السرف والإسراف في المياه التي تكلف هذه التكاليف العظيمة، هذا من الكفران العملي، صلى الله العفو والعافية. ففيه حل الطهارة بماء البحر، وأنه طهور في نفسه مطهر لغيره، ويطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، ويطهر الثياب التي قد تصيبها النجاسة، فهو طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهذا معنى قوله: هو الطهور ماؤه. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضؤوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا من عند آخرهم. متفق عليه. اللهم صل وسلم. حديث أبي هريرة السابق قبل أن نكمل، ذكر في رواية رواه الخمسة. من هم الخمسة؟ أنت يا راعي الجوال، من هم الخمسة؟ إذا قال رواه الخمسة من هم؟ أنت أصحاب السنن الأربع والإمام أحمد، هؤلاء الخمسة.
قال رواه الخمسة وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. المجد ابن تيمية يقال له المجد تمييزا عن الحفيد، ويقال له الجد أبو البركات عبد السلام ابن تيمية، ممن تقد عليه أنه لا يذكر كلام الترمذي في حكمه على الأحاديث، وهذه يفعلها كثيرا، وأحيانا ينقل أحكام الترمذي حديث أنس الثاني وهو في نفس التبويب فيما يتعلق بطهورية ماء البحر وغيره، حديث أبي هريرة في ماء البحر، حديث أنس في غير ماء البحر. أنس بن مالك ابن النضر النجاري الخزرجي الأنصاري، وأمه أم سليم بنت ملحان النجارية الخزرجية الأنصارية، وهي من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، أخوال أبيه. وأنس بن مالك كثرت الرواية منه عن رسول الله لأنه خدم النبي 10 سنين، فإن بني النجار نزل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مهاجرا في خصيصة جعلها الله له، لأن بني النجار من الخزرج أخوال أبيه عليه الصلاة والسلام، فإنه لما قدم المدينة مهاجرا ومعه أبو بكر أول ما نزل وين؟ بقباء 10 ليلة، ثم ركب عليه الصلاة والسلام يوم جمعة فصلى الجمعة في الطريق بين قباء والمدينة في وادي الرانونة في مسجد يسمى لها مسجد الجمعة، فصار كلما مر على حي من أحياء الأنصار، والأنصار اسم لمجموع الأوس والخزرج كما سماهم الله بذلك في آية براءة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، كل حي يمر عليهم يقول يا رسول الله هلم إلى المنعة والقوة، ويأخذون بخطام ناقته. شو اسم ناقته يا علاء؟ لا، القصوى اللي حج عليها. لا تدخلون عباس في دباس، يزعل دباس من عباس. العظبة، هاجر على ناقة هي العظبة، وحج على ناقة هي القصوى. العظبة ناقة اشتراها أبو بكر وهي حمراء، والقصوى ناقة شقحاء، يأخذون بخطامها، فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها مأمورة، حتى أتت موضع مسجده الآن فبركت، والموضع هذا لبني النجار، ثم قامت والنبي لم ينزل على من على ظهرها، قامت وتحركت ذهبت ثم رجعت فبركت في مكانها. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنها مأمورة، من آمرها؟ الله جل وعلا. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام منها، فمباشرة أخذ أبو أيوب الأنصاري النجاري الخزرجي رحله عليه الصلاة والسلام، صار المقام في بني النجار. سيتنافس من الآن؟ بنو النجار على من ينزل عنده رسول الله. الرسول ما بعد بنى حجراته، فأخذ أبو أيوب مباشرة رضي الله عنه رحل النبي عليه الصلاة والسلام فأدخله بيته، فقال بنو النجار هلم إلينا يا رسول الله، كل واحد يبي الرسول ينزل عنده،
فقال قولته التي ذهبت مثلا عليه الصلاة والسلام: المرء مع رحله، المرء مع رحله. فنزل في دار أبي أيوب إلى أن ابتنى عليه الصلاة والسلام مسجده وحجراته، والحائط كان ليتيمين من بني النجار، فقال: يا بني النجار ثامنوني على حائطكم ذلك. فقالوا: بل نجعله لله ولرسوله. فأبى عليه الصلاة والسلام لأن الحائط ليتيمين. من دفع قيمة الحائط؟ أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر الصديق دفع قيمة الحائط. فابتنى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه المسلمون مسجده بالحجر والطين، وجعلوا أعمدته وأسقفته بجذوع النخل وجريدها، وبنى حجرات نساء صلى الله عليه وسلم. هذه المدة بقي فيها في دار أبي أيوب الأنصاري ضيفا عليه. أنس رضي الله عنه جاءت به أمه أم سليم، ترى كل هذا الكلام هذا علشان أنس، تبون يستاهل؟ أي والله يستاهل، ويستاهل أهله، ويستاهل قومه رضي الله عنه. جاءت أم سليم، وأم سليم لها بالنبي صلة نسب، منهم من يقول إنها نسب ومنهم يقول رضاعة، لأنها معدودة في خالات النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت صغيرة. جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله، هذا أنس خويدمك يخدمك. فخدمه أنس، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. وهذه منقبة، وأي منقبة لأنس بن مالك ولأمه أم سليم. يقول أنس رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، حانت أي دخل وقتها أو أزف. وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى التي نوه الله عنها في آية البقرة في قوله جل وعلا: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. دل على أنها وسطى، قبلها ثنتين وبعدها ثنتين، قبلها الفجر والظهر وبعدها المغرب وإيش والفجر، صح؟ العشاء، الفجر والعشاء. قال: فالتمس الناس، الناس بأهل العهدية أي الصحابة، التمس الناس الوضوء، عندنا وضوء بفتح الواو ووضوء بضمها، فما الفرق بينهما؟ الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، الغسل الماء الذي يغتسل به بفتح أولها، والوضوء بالضم هو فعل الوضوء، والغسل بالضم هو فعل الاغتسال. التمس الناس الوضوء فلم يجدوا، ما عندهم ماء، أكرم الخلق ما عندهم ماء، لأن الأرض أرض جدب ويبس وقلة، هذا وهم خير من وطئت أقدامهم على هذه الوصف. الله يخلف علينا وعلى المسلمين. يقول أنس: فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، أي الماء، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، أي بماء يتوضأ به وهو يسير، وهم في غزوة في سفر والناس كثير. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أنس: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء، أي الذي جيء به الوضوء، يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. يقول أنس: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم حتى توضأوا من عند آخرهم، أي توضأوا كلهم، كفاهم هذا الماء.
متفق عليه. وش الشاهد منه في الاستدلال هنا؟ ما ترجمه المجد أبو البركات: باب طهورية ماء البحر وإيش وغيره. هذا الماء الكثير من أين نبع؟ من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. هل هو ماء بحر؟ لا، إنما ماء مبارك، فهو طاهر لأنهم توضأوا منه بإقراره لهم وإذنه لهم، وصوب وصحح صلاتهم بهذا الوضوء. فالماء الكثير في البحر وفي غيره طاهر في نفسه، حتى إن خلطته النجاسة يبقى على طهورية كما سيأتي. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مبارك، وأن الله يجري على يده الآيات، ونبع الماء من بين أصابعه ومن تحت أصابعه تكرر غير مرة، ومن آخر ما تكرر في غزوة تبوك، فإنه قال: إنا غدا قادمون تبوك وإن ماءها يسير، فمن أدرك ماءها فلا يمسن منه شيئا. وكان العدد كم هو؟ كانوا 30,000. فلما أقبل على بئر تبوك وجد عليها 2 من أصحابه، فقال: أمسستما ماءها؟ فقال: نعم. فقال لهما عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله من التعنيف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فوجد على ماء تبوك رجلين، فقال: أمسستما ماءها؟ فقال: نعم. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله أن يقول، أي من التعنيف والتأديب. يقول معاذ رضي الله عنه: وكان الماء كالوشم، وهو بشيء إذا وضع يده لا تغيص في الماء من قلته. فوضع يده في الماء ودعا ونفث، وصار الماء يتفجر حتى شرب الناس، وأقام على تبوك كم؟ 20 ليلة، وقيل 21 ليلة، 30,000، وكفاهم هذا الماء القليل. فيؤخذ من ذلك في هذا الباب أن الماء الكثير طهور، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أي الكثير، كما سيأتي في أحاديث القلتين. والأصل في المياه الطهارة، أنها طاهرة، والمياه في طهارتها على نوعين: الكثيرة طاهرة مطلقا، والقليل دون القلتين الماء طاهر ما لم تتغير أوصافه الثلاثة بنجاسة. ما أوصافه الثلاثة؟ لونه وريحه وطعمه. وفي الحديث أيضا خارق العادة للنبي عليه الصلاة والسلام،
فإن الله يكثر له القليل من الطعام ومن الماء، ويكثر له القليل من العدد والعدد فينتصر على عدوه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف متفق عليه. وش معنى متفق عليه؟ هذا أول موضع مرنا شرطه رحمه الله، أي رواه من؟ أحمد والبخاري ومسلم. هذا متفق عليه عند مجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن تيمية. نعم. في شيء ولا في سؤال يا أخواني؟ أو نواصل؟ نعم. قال رحمه الله: ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم، لأن قصاراه أنه ماء شريف مستشفى متبرك به، والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة. هذا فقه مجد الدين رحمه الله، التي سبق أنه ربما علق على الأحاديث بعض التعاليم، فقال: ومتفق على مثل معناه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يعني هذا الحديث جاء من رواية أنس، وجاء بنحوه بمثل معناه من رواية جابر بن عبد الله بن حرام، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري. مات أبوه عبد الله بن حرام شهيدا في أحد، وترك جابر ومعه 7 من الأخوات، وترك على جابر دينا، وتزوج جابر امرأة ثيبة، فلما أخبر النبي بذلك قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، لأن جابر شاب. قال: يا رسول الله، إن عبد الله بن حرام كان منه ما تعلم، أي في قتله في أحد، وترك لي 7 من الأخوات، فلم أشأ أن آتي بصغيرة لا تحسن كما أنهم لا يحسنون، فتزوجت ثيبا حتى تقوم على أخواتي. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام وبارك عليه. يقول الشيخ: وفيه تنبيه، هذا كلام المجد رحمه الله بالبركات، أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم. من أين جاب ذكر زمزم؟ وين طاري زمزم؟ لكن زمزم لما كان ماء مباركا، والماء الذي نبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام ماء إيش؟ مبارك، فاجتمع بجامع المبارك. فالماء الذي نبع من أصابعه توضأ منه الصحابة، كذلك ماء زمزم يرفع الحدث وإن كان ماء مبارك. نضيف إليه أمر ثالث: الماء المقري به يتوضأ به ويغتسل به، ولا بأس بإراقته في دورة المياه في المراحيض وإن كان في نفسه ماء مبارك. لما جاز الوضوء به واغتسال به جاز أن يكون في هذه الأماكن، فهو رافع للحدث. والله جل وعلا قال: وأنزلنا من السماء ماء إيش؟ طهورا، في مياه الأودية التي تقر في الآبار وتنبع في العيون والأنهار. وفيه تنبيه أنه لا بأس برفع الحدث من ماء زمزم بجامع أنه مبارك، كما أن الماء الذي نبع من أصابعه عليه الصلاة والسلام ماء مبارك توضأ منه الصحابة فأقرهم عليه، لأن قصاراه أنه ماء شريف مستشفى متبرك به. قصاراه يعني في زمزم، أنه ماء شريف. ما وجه الشرف فيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زمزم طعام وطعم وشفاء صحيح، وقال: زمزم لما شرب له،
ولأنه في الحرم، وزمزم له منبعان، منبع من أسفل الكعبة ومنبع من الجهة الشرقية، وهو ماء معين لا ينضب، انظروا من يشرب منه من الناس منذ أن حفره عبد المطلب لم ينضب، ماء معين. قال مستشفى، أي يستشفى به لمن اعتقد أنه فيه هذه الخاصية بخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أنه طعام طعم وشفاء سقم متبرك به. التبرك هنا لا باعتقاد أنه ينفع ويضر بذاته، لا، الله جعله سببا للبركة. فمن اعتقد أن زمزم ينفعه بمعنى أنه أن زمزم بذاته تشفي مريضة وتقضي حاجته، أشرك بزمزم مع الله. وأشرف من زمزم ماذا؟ الكعبة. من اعتقد أن الكعبة تقضي حاجته وتجيب دعوته وتشفي مريضة وترد غائبة، أشرك بالكعبة، أشرك الكعبة مع الله. والله جل وعلا وش يقول في آية سورة الفيل، آية قريش، فليعبدوا إيش؟ ربه. هل قال فليعبدوا هذا البيت؟ ربه. قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قال والماء الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه بهذه المثابة شريف، لأنه نبع من تحت أصابعه صلى الله عليه وسلم، متبرك به من جسد مبارك صلى الله عليه وسلم. ففيه ماذا؟ أن الماء المبارك يتوضأ به ويغتسل به ويرفع الحدث، ولا ضير أن يكون في المراحيض ودورات المياه، لا يضير ذلك. ومثله الماء المقري يجوز أن يتوضأ به ويغتسل به. نعم. وليس معناه أن فيه القراءة القرآن، لا، فيه النفس. ولهذا لو جاء بالقرآن ووضعه الله يعزكم في الحمام متعمدا كفر بذلك، أما الماء المقري فإنه لا يكفر بذلك، بل ربما يجب عليه ذلك إذا لم يكن عنده إلا هذا الماء المقري فيه ويتوضأ به ليصلي. نعم. وقد جاء عن علي رضي الله عنه في حديث له قال فيه: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه أحمد. هذا من حسن الاستدلال، قال وقد جاء، أي ما ذكره من الفقه في أن زمزم يتوضأ منه، وقد جاء عن علي رضي الله عنه، علي أمير المؤمنين، علي بن أبي طالب. ويأتي إن شاء الله الكلام على بعض خصائصه. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه في حديث له قال فيه: ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش معنى أفاض؟ لا، ها ها، لا يا ناصر، أفاض أي من منى، أفاض من منى إلى الكعبة ليطوف طواف الإفاضة. أفاض عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، متى أفاض؟ الضحى، فطاف بالبيت، أقبل عليه الصلاة والسلام على راحلته فنزل منها، فاستقبله العباس في بعض الطرق قبل أن يبلغ الكعبة، قال يا رسول الله اركب راحلتك. من الآمر؟ العباس، والمأمور النبي عليه الصلاة والسلام. اركب راحلتك يا رسول الله ليراك الناس، لأنه في مقام التأسي. فركب عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت طواف الإفاضة وهو راكب على الشبرية، ولا على الراحلة، على راحلته القصوى. لما فرغ أقبل على بئر زمزم، وبني عبد المطلب ينزعون معهم علي والعباس وأبناؤهم، فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يدهمكم الناس
لنزعت معكم ولوضعت هذا على هذا، الحبل على كتفي. ثم قال ناولوني دلوا، فقال العباس مهلا يا رسول الله، قم يا فضل إلى أمك وأتنا منها بماء مطيب، فإن هذه الدلا تختلف فيها أيدي الناس يا رسول الله فتقذرها. فقال صلى الله عليه وسلم لا، بل أشرب مما يشرب منه الناس، من تواضعه وحسن دله. فناولوه دلوا فشرب وهو واقف، فلا زال يشرب ويتضلع. قال علي وتوضأ. منين توضأ؟ من ماء زمزم، دل على أنه يرفع الحدث. فالماء المبارك يرفع الحدث إذا كان طاهرا مطهرا. اللهم صل وسلم على رسول الله. والحديث قال رواه أحمد، أي انفرد بروايتها بهذه الرواية، فشرب منه وتوضأ، انفرد به الإمام أحمد. نقف عند هذا المعنى، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ويتولانا وإياكم بولايته، ويمن علينا وعليكم بهديه وتوفيقه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.